فالدري صاحبي اتصل بيا قال لي شوف الله يحفظك، عندك شي بروفيل في هاد المواصفات هادو وبيخدم معانا. قلت له اوكي اخي، صيفط ليا نشوف دوك المواصفات بعداك ونشوف علاش اللي لقيت شي واحد يخدم معاك علاش افيك بليزير. فاك وصلت واحد المواصفات اللي زعما قلت له الله يحفظك، الا لقيتي شي واحد بحال هكا اجي انا نخلصك، فهمتي؟ الا خدم معايا طروا موا نخلصك نفس الصالير ديال طروا موا يكمل معايا من بعد، مستعد نخلص. قال لي شي سيمو هما كيقلبوا على شي واحد والو، فهمتي؟ يوم يقلبوا كلشي تيقول لها غادي ندير غادي ندير غادي ندير، ما تيجيو للواقع ما كاين ما يدير. قلت لها صاحبي هذا البروفيل هذا راه ما كاينش، هذا البروفيل راه هو الناس اللي واصلين، هذا البروفيل هذا اللي كطلب راه فين ما حطيتش غتحطو في شي واد بلا حوايج بلا والو في شي دوله كاع ما كيعرفها، غادي يخرج غادي يوصل فين غادي يوصل غادي يولي حتى هو شي واحد. هاد لي بروفيل ماشي ساهل تلقاو، فهمتي؟ يقدر يطلب عمرك صفات. وي ار لوكينغ فور سام وان ليدر وميك ثينكس هابن. هاو او 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 بعدا الليدرز قلال، بعدا في الثقافه العربيه عندنا الليدرز قلال، عاد وميك ثينكس هابن ماشي ساهل. تاني حاجه اللي كسيدي، تاني حاجه يكون اناليتيكال تينكرز، يعني كيفكر فهمتي بالارقام كيحل، اند بروبلم سولفر يعني فهمتي تيحل المشاكل، يعني فهمتي تتحط في مشكله كيبقى يفكر لها في الحل كيلقى الحل تيحل المشاكل وتيفكر بالمنطق. قلت له اخي انا من الخبره ديالي وملي كنتلاقى معاهم الناس يوميا واللي كيكونتاكتوني يوميا ما صحاب عافاك علمني كيفاش. هاي بروبليم سولفر قاعد الذي صفت لك بحال هاد اللقطه هادي ديال ورينا علمنا، هذا ماشي واخا راه الجواب حدا رجليه. اي حاجه بغيتي تعلمها سي بي ا تمشي ليوديمي غتلقى 70000 فورماسيون، امازون غتمشي ليوديمي غتلقى 70000 فورماسيون، ريسكين غتمشي ليوديمي غتلقى 70000 فورماسيون. لا يقرا اللي ما كاينش، لا يفكر لا يخدم، غايقول لك اه يوديمي بلونجلي حنا بغينا شي حاجه بالعربيه فاكيو، على في الاخر تمشي تخدم انت مع العرب غادي تبيع للعرب في امازون غادي تبيع للمراكن غادي تبيع للكنديين غادي تبيع للدول الاخرين اللي كيدوو لونجلي. دونك خصك تعلم لونجلي. وعلاش المشكل ما تحلوش مره بارس بره؟ باقي ما كملناش ديك الليسته. قال لك اند اكسلنت كومينيكيتور، يعني فهمتي يكون مزيان في التواصل في الكومينيكاسيون. وفي الحياه ديالي كاع هادو اللي كنشوف كاملين في الانترنت 99% ديالهم اللي كيتشكاو زيرو. علاش زيرو؟ لان الواحد اللي كيجي كيقول لي ما قبلتنيش تو تشيك اوت زيرو، واحد اللي عنده مشكل مع باي بال ما عرفش يحلو زيرو، كاملين هادو كاملين حطهم في الكاتيجوري ديال الزيرو. ما خلاش البرودوي ديالو في كليك بانك يتابروفا زيرو، كاع هادو زيرو. ومشاكل كامله كتحل ماشي بتدخل لشي جروب ولا شي فورم كتقول لهم عافاك راه صيفطوا لي هاد الايميل كيفاش نحلو، تهز التليفون كتفارج الجراف 10 دقائق ويا ما حليناش لا مشاكل. يوميا يوميا كاينه مشاكل، كتحب الكومونيكاسيون السبلاير ديالك في الشين وما جاش تدوي معاه ما جاش تكوموندي من عنده من علي اكسبريس، كومونيكاسيون مش جيت تلاقي شي بيل كومونيكاسيون، بغيتي امازون تنزل دوك لي بري اللي هو طارح كومونيكاسيون، كينزلوا دوك لي بري المحطوطين للعموم. كاين النوع الثاني ديال لا حنا المغاربه ولاو كيعكسوا معانا، وفي عز المشاكل وسميتو تنعرف الدري صاحبي تسجل في تشيك اوت الكونت ديالو تابروفا في نفس النهار ومغربي وعايش في المغرب، صيفط لهم الوراق ديال الشركه ديالو وهز التليفون الو السلام عليكم الو السلام عليكم اشنو كاين اشنو كاين اشنو كاين حنا محتاجين اشنو كتبيع اش كنبيع اش كندير اش كندير، دوز داك البروسيس كامل في التليفون صافي في نفس النهار ابروفو ليه الكونت، ما بقاش كيتسنى يجاوبوه الكومينيكاسيون. قال لك وي ار لوكينغ فور سام وان سيت بريوريتيز، اول ترى بنادم راه الاكثر يا صاحبي راه يخلي الخدمه ويمشي قبل ماتش الكره، راه يخلي شي حاجه مهمه ويمشي شي حاجه تافهه، هاد البروفيلات هادو ما كاينينش. صبار قال لك سيت بريوريتيز اند كوميتمنت والالتزامات، خاصك تكون هو هذا اللي باقي كيلتزم قليل اللي كيلتزم. علاه قلت لهاد البروفيل اللي في حاله لا كان هو مسلك راسو ما يجيش يخدم عندك، هذا ديجا تبارك الله عليه. خونا هاد الاعلان هذا كان زويون، حاول توصل لهاد الشخص هذا، لكن هاد الشخص هذا اللي في هاد المواصفات جو سوي سيور غادي تنجح، ما كانوش فيك هاد المواصفات هادو سمح لي نقول لك راك ما غاديش تنجح، فهمتي؟ وكاع على جادي كلشي نجح مرحالي وبزاف الاخوان بزاف الناس اللي عرفت في حياتي في 2008 اختفوا في 2009 واللي عرفتهم في 2009 اختفوا في 2010 واللي عرفتو في 2010 واختفوا في 2012 وما كيكملوش، قليل اللي كيكمل الا اللي في هاد المواصفات هادو، قليل اللي كيكمل باش تبقى في هاد المواصفات هادو. ما قالوش بغينا شي واحد ذكي وطيار، لان الناس الاذكياء كاملين ما كيكملوش معروفه عليهم هادي، وانا كنت واحد من الناس الذكيين اللي حاولت رد راسي من كل الاخر
بالمناسبة لأن ملي كنت صغار كنت كنقرا في الثامنة سمعت واحد الجملة اللي ما فهمتهاش حتى كبرت عاد فهمتها. ملي كنت كنقرا في الثامنة كنت كنقرا في الشريف الإدريسي في مراكش عند واحد الأستاذ ديال المات سميتو الكداري، يقدر يتفكرني يقدر ما يتفكرش، المهم الدراري كيقراو تما كاملين كيعرفوه. الأستاذ هذا الطريقة باش قلت ليه كنحل التمارين وكندرب كنسربي وقول لي أنت ولدي ذكي وذكي لواحد الدرجة بزاف، ولكن الخايب واللي خايف عليك بزاف هو ما تكملش، لأن كاع الناس الأذكياء ما كيكملوش. وفغيمون تدازت الفترة الذكاء ديالي وكثرت الغباوة ديالي، ما نسميهاش الذكاء وإنما نسميها الغباوة، هي أني كنت في الباك داخل نجيب الباك، داخل أنا عارف شنو علاش كتجي نلعب في الباك، داخل نجيب 6 على 10 لأني جبت 6 على 10 في الباك كتجي ننجح. تخيل أني ملي كنت كنجاوب في الورقة جمعت شي نقط من السيزيام والدورة الأولى والثانية ديال الباك، دونك صافي عندي النقط زايدين غادي ندخل الباك غادي نجيب 6 على 10 راني بخير. تصور أن كم فرض في حياتي هادي ديال الماط بالخصوص الماط كنت كنجاوب وتلقى تنجاوب على داكشي اللي صعيب، كنجاوب على التمارين اللي صعيبه وشي تمارين اللي عارفه وعارفه فيه الطواله، فهمتي هو فيه النقاط قليله وفيه الطواله، كنقول بالك حيد عليا هذا بلاش غادي نضرب الطواله كامله على جوج نقاط، حيد ما عندي ما ندير بهذا، عار ليا الصعيب اللي فيه النقاط. هذه الطريقه هذه العقليه هذه داخل الدوز الوطني داخل بحال هكا، وانا باغي نجيب 6 انا باغي نجيب 6 كنجاوب وكنعبرها طك طك، هنا راه عندي 12 على 10 الماده الاخرى راه عندي 8، ما عارف راسي شنو هما اللي نجاوب عليهم صحيح ومتاكد منه. حال جبت في الوطني 6 على 10 جات لاصقه، وبشحال نجحت في الباك 10.06. باش يبان لك الغباء كيدير، تصور ان كاين شي اجوبه ممكن نجاوب عليهم لا بلاش صافي دابا راه انت هذا ديجا اصلا اجوتيت عندي فيه 12. بهاد العقليه هادي ديال سميتو ملي جيت نخدم لقيتها ما مسلكاش، خاصني نبدل كاع داك فهمتي غادي نولي في الاخر خاصها تجي تولي بحال شي سيستيم وبحال شي روبو، تدير فين بغيت نوصل ها فين باغي توصل كيفاش غادي توصل، واحد جوج ثلاثة أربعة يوميا كتنوض كدير واحد جوج ثلاثة أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة، داكشي ممل والناس الأذكياء عليها ما كتكملش العاود لأن داكشي ممل ما تيكملوش. الناس اللي ما نقولش أغبياء توصل في السي بي أ يوميا كدير كامبين وحدة ديال السي بي أ، بغيتي تولي فيسبوك أز واعر وتخدم في شوبيفاي يوميا كدير كامبين وحدة ديال فيسبوك أز، بغيتي تولي واعر في الريسكين لوح يوميا أبليكاسيون وحدة. هنا المعاوده هذه ما كيقبلوش بها الناس الاذكياء بطبيعه الحال، ما كيقبلوش بها الناس الاغبياء اللي بحالي. انا كنت في صف الاذكياء انسحبت اخويا، انا ماشي ذكي انا في صف الاغبياء، دابا هاد المعاوده هذه ما كيقبلوش بها الناس الاغبياء، وعليها الناس الاذكياء تقول لك هادشي خبيث اذكياء خطير بزاف، اجي تقول لي شي حاجه تقول لك هادشي خبيث وسهل، وهادي تعلم بالزربه هادي تعلم ريسكيني بالزربه هادي تعلم سميتو، ولكن هادي درا مره واحده جوج لا كثر ثلاثه اجي مل واجي نسحب، وهما اللي كثار بالمناسبه سيرتو في المغرب كثار الاذكياء باي ذا واي، وحقيقه هادي لان الدراري صحابي في مصر كندوي معاهم تقول لك حنا في مصر ما عندناش هاد نفس المستوى ديال الذكاء، هادو مصريين تنقارنهم مع المغاربه والمصريين اللي تيدوي معاك بالصح. اسمح لي في نفس الوقيته هادوك اللي تيقولوا عندنا المغاربه اذكياء، دابا حاليا كاينه شركه وحده عربيه في مجال الاعلانات في الانترنت عربيه اللي كامله عربيه اللي وصلت ل 100 مليون دولار، وراه كاملين مصريين لانهم اغبياء داروه، وانا باش ننجح وليت غبي والاغبياء هما اللي كيكملوا، لان البروسيس صعيب باش تقبل تعاود نفس الحاجه كل نهار كل سيمانه كل شهر وتبقى مستمر، ما ساهل. طبيعي هادي تسمع هاد الجمله هادي في حياتك، شي واحد تيشوف شي خونا واصل اصاحبي هذاك كنقرا معايا كنعرفو حرتوكا صاحبي، عرفتي انا ملي كنت تيقرا معايا كنت كنجيب 18 وما كنتش جيب حتى 6 صحيح، ياس العاود ستي تبتي ليا هضرتي ياس هضرتي صحيح. شي خونا في اليوتيوب كتقول اصاحبي اش هاد المستوى هذا انا ممكن ندير احسن منه، انت ذكي هو غبي هو تيستمر هذا هو باش مميز عليك، انت واعر ممكن دير احسن منه ولكن غادي ديرها مره ولا جوج ولا ما عمرك كاع درتيها كيبان لك راسك راه غادي دير. هو يوميا باش نحارب راسي باش نحيد داكشي ديال سيمو انت ذكي نسى فاك يو سيمو، تبت معايا الارض جيت جلست تخدم غاتخدم وغدا غاتخدم وبعدو غادي تخدم وبعد بعدو غادي تخدم باش نتحول من هنا لهنا. جرى نسيت بعداك واحد الحاجه قبل ما نمشي الناس، نسيت واحد شي فهمتي السؤال اللي كثرت راه مابغوش يعلمونا، راه مابغوش يقول لنا ديروا لنا عافاك شي كورس بالعربيه شرحوا لينا علمونا. غنقول لك واحد الجمله فاك يو عاودها لك عاوتاني، كاينه واحد الحاجه سميتها يوديمي وماشي يوديمي بوحدها، كاين واحد الحاجه سميتها جوجل غتمشي تقلب يوديمي فيها كلشي مشروح بالفيديوهات ستيب باي ستيب، خاص اللي يتعلم اما المعلومه كاينه
وحمد الله جيت في هذا الزمان، تعلم السباعة، بغيت تعلم امازون، بغيت تعلم الريسكين، تقد سيت وتمونيتيزي بالادسنس، كل شيء كاين حاليا، المعلومة كاينة، ولكن واحد الحاجة اللي ما كايناش هو انت اللي باقي كتسول وكتقول فين هادي. اللي باش نتعلم الانجلي كنت كنقرا في كتوبه، ما كنتش كنقرا في البيسي بحال هكا دابا نتايا، وكنت كان عندي واحد المعجم من لونجلي العربيه، وكنت كنشد كلمه بكلمه كنقص كنقلب في ذاك الكتاب الكبير ذاك المعجم باش نجبد الكلمه باش نعرف شنو هي بالعربيه. اي هاف عندي، هي هاف، هي هي هو، شي هي هي. وكنت بقمه البلاده تعلمت لونجلي بواحد الطريقه بليده، كنسجل داكشي في ورقه، كاع داكشي اللي كيتعاود الكلمات اللي كيتعاودوا بزاف كنسجلهم، وكل نهار كنزيد نسجل وكنزيد نحفظ، كنحفظ. انت دابا في الثانيه ما تحتاجش تحل المعجم وتجلس تقلب على كلمه 5 دقائق، ثانيه جوجل ترانسليت تجي تكتب شنو هي دي. المعلومه ما كانتش متوفره، وما كانتش متوفره باللغه العربيه، وكانت متوفره بالانجلي. دونك عندي واحد علاش خاصني نمشي نتقاتل باش نتعلم الانجلي باش نقرا هادشي. والثالثه وحاليا راه متوفره لك 70000 طريقه، واحسن طريقه باش تعلم الانجليزي غادي تيليشارجي واحد لابليكاسيون سميتها ديالينغو، غادي تضرب فيها 15 دقيقه كل نهار لمده شهر، غادي يولي النيفو ديالك واعر واعر بزاف، ولكن 15 دقيقه كل نهار، 15 دقيقه نعاودها كل نهار. وهنا الخوت الاذكياء كينسحبوا، لان ما كايناش لهم بلاصه، لان الخوت الاذكياء تجيهم الحاجه اللي كتعاود بزاف كتجيهم غبيه، وتيخليوها للناس اللي بحالي انايا غبيه انا والاخرين. بعد سنين الخوت الاغبياء اللي بحالي انا والاخرين اللي حتى همايا اجي يوصلوا واجي يمشيو بعيد، والخوت الاغبياء الخوت الاذكياء عفوا اجي يجيو كومونطيو ساد قال لكم ما عاود ياس فريمون صدقات لينا. بعد واحد المده كبيره غادي تلاقى خونا الذكي مع داك الغبي، فهمتي الذكي يجي يولي يسول الغبي، علمني كيفاش او علاش ما توريوناش ورينا كيفاش. اي 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 جي جي جواب، وجي جواب داك الغبي بحال هكا تجي يقول ليه fuck you.